انا حابب يعني حابب دكتور ياسر يرحب. هنحاول نهدي بقى النفوس مع اميره ولا مفيش مجال نرحب؟ نو واي نو واي. طيب نرحب نانسي صلاح. ازيك يا نانسي؟ ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا روحي اتكلمت على التيك توك اللي كنا بنعمله معاكي. الله يخليكي والف مبروك. الله يبارك فيك. ازيك يا اميره؟ ازيك يا استاذ ياسر؟ عامل ايه يا استاذ ياسر؟ الحمد لله. ده اللي انتوا عملتوه في بعض وعملتوه في الناس وعملتوه في كل اللي اتفرج على المسلسل ده. زعلانين منك يا اميره يعني اشاره بزياده يعني. والله ده استاذ ايمن هو اللي عندك اهو. لا في ناس كده في الحقيقه. في ناس كده للدرجه دي يعني؟ انا في ناس بقى هي كانت شاطره جدا يعني. انا عايزه ربنا يخليك يا نون ونورهان. ازاي؟ انا عايز اقول بجد ان انا استمتعت جدا مع الشغل مع نانسي بجد والله العظيم يعني. استمتعت بالشغل معاك رغم المقالب اللي عملتها فيك ولخبطت لك كيانك وفكه وعلى طول رد فعلها سريع. شاطره. فمن الممثلين اللي استفزوك اللي هو ايه ده؟ احجازي بجد يعني اتشرفت ان انا يعني وقفت معاك كمان المره دي. جيتني مره لينا مع تاني مره بعد ابو العروسه طبعا. ايوه بس ما كناش مثلنا قدام بعض. برضو من الناس اللي انا بحب اشتغل معاها سلس في الشغل ومتعاون و ربنا يخليك. تقريبا كل الكاست بتاع مسلسل يوتر بجد متعاونين بالفكره. طيب خليني اسالك على الشخصيه بما انك جيتي برضو لدي تاني مره تشتغلي مع حجازي. فابو العروسه كانت الشخصيه البنت الكيوت اللطيفه الحبوبه ولكن طلعتي في يوتيرن شخصيه تانية خالص. انا برضو كنت كيوت. لا تمام. كنت انا كمان كنت جميل. ايوه ورد وهادي وحبوب يعني. ولكن فكره كميه الشر، هل تفتكري ان ممكن يكون في الدنيا حد عنده كميه الشر دي كلها اللي حواليه؟ يعني بتدمر جوزها وبتدمر اخت جوزها وجوز اخت جوزها يعني شخصيه مدمره لكل اللي حواليها. هي سايكو. هي في حاجه مش في في لا في بجد في طبعا اكيد بيبقوا مش طبيعيين، دماغهم مش يعني مش مظبوطه، مش سويين نفسيا. في طبعا. وحتى لو ما فيش الشخص بعينه في كل المواصفات دي، فممكن تكون المواصفات دي متوزعه على كذا شخص او كذا كذا شخصيه. مظبوط. هم كلهم متجوعين في كفايه واحده. طلعنا لكم كده ماده دسمه طيب بكميه شر يعني الناس ما صدقتوش، ولا حتى احنا واحنا بنمثل انا ما كنتش مصدقه. طيب خلينا نشوف. انا 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 معاكي جدا، ولكن لما هنشوف دلوقتي مشهد مواجهه مثلا ما بينكم انت وانت بتقري الورق، كنت محضره للشخصيه دي ازاي؟ مأهبه نفسك للكلام ده ازاي؟ انك فعلا يعني دمرتي زوج ودمرتي بيت تاني وبرضه اطراف تانيه كانت هتتدمر يعني، فأهلتي نفسك ده ازاي نفسيا؟ والله انا قلت ان يعني انا لازم ادي رسالتي صح، حتى لو انا الناس هتكرهني بس هبقى اديت الرساله صح علشان الناس تاخد بالها من اللي حواليها كويس قوي. صح. يعني انا بوصل رساله. اكيد كنت يعني خايفه نفسيا انها تاثر عليا انا نفسيا يعني. اميره اكيد مش سهله يعني. اكيد خالص يعني. واتفاجئنا في الاخر انها بتعمل تصرفات مش كويسه وما كانش يظهر عليها ده خالص يعني. لا انا نفسي كنت مخضوضه والله. حتى اسال الاستاذ ايمن. الاستاذ ايمن يقول لك يعني، انا بقول له حرام عليك حرام عليك ليه كده؟ ليه كده؟ كلنا قلنا حرام عليك. كله قال الاستاذ حرام عليك ونورهان قالت له برضه حرام عليك يعني. ما فيش حد ما قالوش حرام عليك. يقول ايه يا استاذ عمرو؟ نعم احسنتي وقدرتي. انا هقلده لك. طيب تعمل مش عارف ايه والناس مبسوطه، نعمل بقى نهايه تستاهلها. انها تستاهلها اميره يعني. ده هو عامل لك ركن لوحدك كده. كان مبسوط قوي وهو بيكتب المشهد الفينال وفرحان قوي فيا. والله كلنا كنا فرحانين في مشهد الفينال فيكي بصراحه. بس عايز اقول لك ان هي اللي عملته ده كله. لا عايز اقول لك هي بقى لا 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 طبعا مش نانسي يعني، ولكن فاميره كلنا كنا فرحانين في اميره يعني. ده نهايه طبيعيه يعني للشر يعني. وهي الحمد لله خلاص راحت مطرح ما راحت خلاص. وبس بجد انا مبسوطه جدا جدا بالمشاركه بتاعتي في العمل ده، واتبسطت جدا بالتعرف على كل النجوم الجمال دول الشاطرين اللي بجد كنا في ظهر بعض. واستاذ سامح كان يعني قائد بصراحه يعني معانا، وما كانش سايب اي بني ادم يعني يدخل كده وخلاص، لازم نقعد معاه يتكلم معاه في الشخصيه ويتكلم معاه يعمل ايه ويركز معاه انت كنت هنا بتعمل ايه وهنا ايه. لا بجد كانت عظيم صراحه. المنظومه كلها
كانت ناجحه جدا. اكيد وده اللي يعمل عمل ناجح. الحمد لله. طبعا طبعا ببارك لك مره تانية، الف مبروك، وان شاء الله منتظرين برضو منك نانسي صلاح يعني ادوار جميله زي دي دايما، لان وجودك اكيد بيكون اضافه في اي عمل. فشكرا جزيلا ليك مره تانية استاذ عمرو، الف مبروك يا استاذ. الف مبروك. ونشوف مشهد كده المواجهه ما بينها وما بين ياسر او الدكتور ياسر، ونرجع تاني مع حضرتك. الساعة كانت 2 بالليل وانت داخلة بيته كمان ما انجشان، ودي يارا لما وصلت الصبح دخلت قفشتكم وانت معاه، ده بقى وانت خارجة من عنده. بص كان شكلك عامل ازاي؟ تحب بوست؟ يا ريت. بوست؟ I don't care. حلو قوي، يبقى انا هبوست واعمل لك منشن وتاج عشان الفضيحه هتبقى بكلامي والفولورز تزيد. المفضوح هو انت، عارف ليه؟ عشان هعمل لك فيديو صغنن قد كده واقول انا عملت كده ليه. وعلى فكره كمان يا ياسر، احنا كنا متطلقين لما انا عملت كده، وده مكتوب وباين في التاريخ فوق كل الفيديوهات. يعني انا اعمل اللي انا عايزاه ومحدش له حاجه عندي. هو انت فاكره ان انت كنت ممكن تعملي كده وانت على ذمتي؟ ما كنتش هتبقى قاعده قدامي. اللي وداك المرفت؟ سيب ايدي. مش احنا متفقين ان انا هسيب لك الفيلا هنا عشان تتنقلي تخرسي؟ مش ده اتفقنا يا اميره؟ يعني كنت عايزني اعمل ايه؟ مفيش حل تاني قدامي. عايزني يعني استنى اختك الاموره دي لما تروح تقول لهم انها شافتني مع جوزها؟ لا طبعا، كان لازم انا اللي اسبق، علشان لو الحلوه فتحت بقها يقولوا يا حرام دي بتفتري على اميره. وكل ده ليه؟ عشان اكتشفت ان اخوها ياسر حرامي. قول لاختك تخرس عشان انا اخرس. وما تنساش وانت ماشي تقفل الباب وراك. تشاو.